الموضوع الجدول تفاجأنا فيه مفاجأة، لأن كنا نطالب فيه بالقديم هذا الحكي، طالب فيه وطالبنا، وزي ما حكيت لك مرة من المرات عن طريق المحافظة والجميع وإيشي وهذا وأجوا ركزونا هان، الرئيس ما فكناش لأنه صار حطنا في شوية سدود. فالآن تفاجأنا إنه الرئيس ودانا إنه في نقل لكم رئيس البلدية، إنه في نقل من عندكم للساحة اللي إحنا متفقين عليها. إحنا انبسطنا ساحة مليحة، موقع مليح في أمان الله. فأجى الموظف بتاع البلدية اللي من قبل الموظف اللي هو حكينا كان معكم يوم اثنين الصبح بتكونوا هناك ولا سيارة تكون هون. قلنا ولا الضالين أمين، مليح اتفقنا على هذا حكي. فتفاجأنا اليوم اللي هو اليوم الأحد، تفاجأنا يوم الأحد على أساس إنه الدنيا الساعة 12 وإحنا جايبين الركاب الصبحيات والكل بيعلم ولا قايلين لحدا إننا ما ننتقل. أغلب الركاب بيعرفوا شو بدنا ننتقل على الساحة، وفي مسافة بين هذا وبين راجل كارفريان قديم. فهنا تفاجأنا إنه من الساعة 12 جيت أنا بالنسبة لي شخصيا جيت في ركاب ملان السيارة، جيت على الكراج للشرطة اثنين واقفين والكراج وهل شفري مطرطرين وفيش حدا. ليه يا عمي وين؟ طيب خلينا ننزل الركاب. قال لا فيش جد في طريقة يعني دفشي مش مناسبة إن الشرطة التنفيذية يتصرفوا مع السواقين إنه روح وين نروح؟ طيب تطوشش منين أمر بدنا نشوف منين نمر منين ننزل الساحة. المهم روح فيش وقف فيها. طيب ليش ما انتظرناش للصبح؟ هسا كل الركاب اللي جبناهم الصبحيات فيش حدا بيعلم انه في ساحه بدها تنزلها. هسا هذه معاناه للجميع للمواطنين كلهم اللي حامل اغراض هم ايش هالساعه موجودين كلهم في الكراج فوق ونزلونا بالعنف هون. عنف ليش؟ طيب ما احنا نازلين الصبحيات، احنا نازلين عشان ننزل الركاب هين وكل الركاب تعلم انه فين الساحه الجديده وما يعانيش حدا في هالحرور وهالجو الجو اللي شايفه قدامك اللي يحمل اغراضه ويجي على الساحه هون بدل ما يروح هناك ورد يرجع هون ورد يخبط برضه هذا على الناس. احنا بالنسبه لنا احنا من كلش حاجه الحمد لله نزلنا كان مطلبنا السابق ما كنا حاجه، بس الطريقه اللي نزلونا فيها بشعه جدا مش شوي يعني والكل ما بتقبلها. وايش الاراده التنفيذيه؟ طيب مدير المرور لازم كنت بدي اروح عند مدير المرور نعرف منين من نخرج ومنين نفوت. هو بده يحدد لنا المسلك بده يحدد لنا اياه شرطه المرور. ترى شرطه المرور تيجي تطحينا ما نديش طشش منين نروح ومنين نيجي في البلد. هسه نفوتنا في الركاب في كل نص السوق وين نروح؟ بده كل شرطه كل وين رايحين وين ننزل وين ننزل؟ ما خلناش ننزل الركاب في الكراج حتى اروح طش خير وين على الساحه الجديده. طيب يا جماعه مش طريقه، انا بعرف ان هذه مش طريقه والكل بيعلم انها ما هي طريقه. احنا هذه النكله نكلونا اياها احنا بنستناها من زمان لانه بكى وضعنا مش مزبوط غاد لا نعرف نوقف سياراتنا ولا نعرف نقعد احنا حتى ولا الى اخره. بس نطلب من البلديه انه يعملوا لنا مظلات للناس وإنا ما بنضلش واقفين احنا في الشمس وبكره في عندنا مطر يعني مش مناش احنا من بهدله لبهدله. وشكرا لك. النكله اللي تم اليوم غلط لانه احنا متفقين كلجان سير ان احنا ننقل الخط هذا يوم اثنين اليوم الاحد. بتيجي الشرطه الساعه 12 الا ربع على الكراج القديم وبتطر الشفريه بتطره بتقول لهم انزلوا وين؟ على المجمع الجديد اللي هو خلف سينما الاندلس. احنا بنأسف على هذا التصرف تصرفت الشرطه. اول شغله القرارات اخذت البلديه تم التنفيذ من قبل الشرطه وهذا الحكي مرفوض عندنا جمله وتفصيلا. احنا لو بدنا نساعدها سعيات انا بحط كل السيارات باب البلديه لانه اول شيء طلع انت الوقفه اللي انت واقف فيها معقول توقف انت تحت الشمس تحت يعني طلع لي لا في غطاء ولا في شيء. الشغله الثانيه الركاب نزلناهم احنا في كراج الكفريات القديم شو بعرفهم احنا وين انتقلنا هسه؟ وانا واقف هناك في المجمع القديم قبل حوالي 10 دقائق اجوا كل الركاب على المجمع القديم تمنى قلنا لهم على روح انزلوا على المجمع الجديد وانو دلنا وين اللي مع اغراض واللي حامل اغراض كلها وين بده يجي تاكسي عشان يجي على المجمع الجديد. احنا لما منتكلين يوم اثنين الركاب كاتهم بيعرفوا ان احنا يوم اثنين منتكلين ومننزلهم هون وبيعرفوا ان يرجعوا لنا مش يرجعون على المجمع القديم. الخدمات هذه مثل ما انت شايف حتى اياته تحت الشمس يعني شو كيف هذول موقفوا هون العالم ساعات يتحمل شو الشوفري يعني مش بني ادمين هم؟ اكل ما فيها يبقى عندهم غطاء يتغطوا فيه من الشمس ولا من المطر هو بس البرديه. انا اللهم بدي انا ثمن البرمت او ثمن الوقفه تبعتي
وبالنسبه للاجره، بالنسبه للاجره انا بكررها وبقول رئيس البلديه من هون بحكي مع رئيس البلديه نفسه، زي هون هون طالبين منهم ايجار 120 شيكل، الايجار 100 شيكل، كل السيارات اللي محافظه القرم قاعد تدفع 100 شيكل بدهم يدفعوا زيهم زيهم. وفي عندنا هذول الجماعه اشتغلوا حوالي 3 أو 4 سنين وراء الاضطرابات، البلديه قاعده بتطالب فيهم شو قدمت مخدمات عشان يدفعوا هاي الايجار. احنا قاعدين بنطالب كنقابه سواقين بعمل تسويه مع البلديه لوضع الشفرية اللي على خط الكفريات بالذات. هي خطوة إيجابية وممتازة جدا، وصارت الناس يعني براحتها تتنقل على بيوتها وتروح على محلاتها تقريبا. رأيي يعتبر هذا تدمير اقتصاد للسوق البلدي اللي هو القلب النابض اللي بيعمل اقتصاد للمحافظة جميعها، اللي هو السوق اللي بيبدأ من من مفترق التربية والتعليم لحتى مركز المدينة، وهذا السوق يعتبر هسه ميت نهائيا جنازي. وبالنسبه ل مش بس كراج الكفريات اللي انتقل، كل الكراجات اللي انتقلت هسه صارت الركاب اللي بتنزل على اريحه وعلى رام الله وعلى نابلس وعلى جنين على الكفريات تاثيره هذا برضه زاد بزياده، يعني بتقدر تقول 30% من نقل الكراجات الرئيسيه اللي كانت موجوده وسط البلد. طبعا هذا تدمير الاقتصاد، هذا كأنه مدروس عقل ما بنعرف شو اللي بيفكر. هذا تطوير البلد، تطوير البلد بنتج عن اقتصاد البلد نفسها، لما تدمر اقتصاد بلد معناها فيش تطوير، بقول لك نطور البلد. عملية النقل هذه بتضر بمصالح التجارية للمحلات اللي هون، أغلب المحلات موقع عند البلدية ومعترضة على نقل الكرج. يعني احنا بنشكر تلفزيون الفجر الجديد ونشكركم، يعني ونشكر كل الطاقم انه بغطي يعني هيك احداث، بس لازم يعني انه تسمعوا من الجهتين. نحن هون يعني اكثر مره اعترضنا على هذا النقل، لانه احنا بمنطقه جنوبيه، منطقه جنوبيه ما حدا بيشتغلها لا من البلديه ولا من غير البلديه. احنا في ناس وقفت معنا يعني مشكوره من البلديه، وبنشكر يعني مدير الشرطه ابو بشار رائد ماهر جبر، بس انه احنا نفسنا انه هناك حدا يشتغل للمنطقه الجنوبيه. يعني واحنا هاي مناشده لاهالي المنطقه الجنوبيه انهم يشتغلوا لمنطقتهم، دائما للشماليه للشماليه، حتى الدوار تضرروا والمنطقه الوسطى تضرروا من نقل الكراجات تحت. فنامل انه ايش تنحل هاي المشكله، لازم انه يصير هنا حركه ولازم الاجر تيجي لهذه المنطقه، عرفت علي؟ فنحن هيك يعني لازم نتساعد كلياتنا مشان نعمل. يعني يا خي ما تفاجأ، وهذا مطلب قديم متجدد ودائم، وكان في هناك أكثر من جلسة مع إخواننا سائقي الكفريات خلال الأسابيع الماضية والأيام القليلة الماضية حيال هذا الشأن، وهناك لجنة مكلفة منهم بتضم 3 عناصر وكانوا بيجوا بشكل دائم ويتفاوضوا معنا ومعي شخصي في هذا المجال، وبالتالي لم يفاجأوا ولم يتم مفاجأة أي إنسان حيال هذا الأمر. والأمر معروف أيضا في الشارع إنه في هناك إجراء لنقل إخواننا في السيارات الكفريات حتى وشوفي كمان معهم إلى الموقع الجديد الذي هم طالبوا فيه أصلا، والكتب اللي موجودة لدينا منهم بتطالبنا بضرورة الانتقال إلى مكان فيه يتم توفير المرافق والخدمات حقيقة. وكان في هناك ضغوطات من قبل الأهالي والمواطنين الرافضين لوجودهم ما بين في الشوارع الخصوصية، أيضا لأسباب مضايقات العديد من إخواننا التجار لإخواننا سائقي تكاسي الكفريات اللي كانوا بيسكروا عليهم ممنوع توقف هون ممنوع توقف كذا، وحطوا خشب وحطوا كراسي وحطوا إلى آخره من المواد، وهذا كلياته موثق لدينا وهو مطلوب ومطلب أساسي من قبل جميع سائقي الكفريات ومطلب من قبل المواطنين الساكنين في نفس الحي. أبو إياس هم لم يتفاجأوا أو لم يتم مفاجأة ذلك، ولكن المفاجأة كانت هو نقلهم بشكل مباشر، كان المفروض الاثنين وليس الأحد. والله هو اثنين، احنا الكتب الرسمية اللي وجهناها للجهات التنفيذية في هذا الشأن كانت تشير الى يوم الاثنين صباحا، اذا اليوم احنا بنحكي بالاحد فبنحكي في الاحد مساء يعني، وبالتالي اعتقد انه الاجراء مش هالقد مفرق كثير يعني ما بين المساء والصبح، وبالتالي ايضا هم كانوا مهيئين من قبل 3-4 أيام سابقات انه في انتقال وتم تأجيله لكمان مدة يوم او يومين، وعلى ضوء ذلك ما اعتقدش انه هذا يعني ذا شأن في هذا الموضوع. الله سير الخط، هذا امر بعود لاخونا باسم شريم مسؤول السير عنا، اثنين بالتعاون مع لجنة السير طبعا وهي الممثلة لهذا الموضوع، واعتقد انه خط السير واضح لهم ما أفرقش كثير،
هو بده يكون ملازم لخط السير الموجود لإخواننا في كراجات نابلس القديمة الحالية، وبالتالي أينما كل الطرق تؤدي إلى روما مرحليا إذا كان في هناك لبس في خط السير، فأعتقد أنه هذا الأمر مع المرور والتنسيق الداخلي بيتم انتهاء منه بجوز خلال دقائق أو ساعات. تم إبلاغ سائقي مركبات العموم من يوم أمس عن نقلهم وإجراءات النقل بأنه سوف تتم يوم الأحد أو الاثنين على الأرجح، بسبب الوضع اللي كان بشكل سيء في المنطقة هذه ومن وجود ازدحام مروري كثيف خاصة أيام السبت والأحد، اضطررنا في هذا اليوم أن نقوم بنقل مجمع الكفريات إلى المجمع الجديد، وعندهم علم مسبقا من يوم أمس إبلاغهم بأنه سنقوم بنقلكم إلى المجمع الجديد. واليوم زي ما أنت شايف يعني بعد ما تم نقل مجمع الكفريات هناك ارتياح من قبل أصحاب البيوت اللي كانوا متذمرين، يعني في عندهم تذمر بشكل كبير من وجود المركبات في هذا المكان ومن الفوضى التي كانت موجودة من ازدحام مروري من تجمع السائقين في نفس الموقع. عندما تم إزالتهم إلى موقع آخر صار في ارتياح من قبل المواطنين وأصحاب المحلات والسكان اللي في المنطقة، وقمنا بوضع شرطة من أجل إرشاد المواطنين للمجمع الجديد. وحتى هناك يعني بعض المواطنين المسنين اللي فيش يعني عنده إمكانية يتوجه للمجمع القديم، قمنا بنقله إحنا كشرطة بمساندتهم ونقلهم للمجمع الجديد وتسهيل عملهم وحياتهم اليومية. أضف إلى ذلك هناك من يقول بأن الطريقة كانت غير مناسبة بالنسبة إلى نقل أصحاب المركبات والمركبات إلى المجمع الجديد. تعاملنا كشرطة كان تعامل جيد وتعامل محترم، وإحنا عندنا تعليمات من السيد المقدم معروف البربري بأن يكون التعامل مع المواطن بغض النظر عن صفته سواء سائق مركبة عمومية أو مواطن بشكل عادي، هناك تعامل لائق ومحترم ولبق، وأنا شخصيا تعاملت معهم وقمنا بإبلاغهم بشركة بطريقة مناسبة وطريقة محترمة من أجل نقلهم إلى المجمع الجديد، وكان هناك في تجاوب من بعض السائقين إلا إذا في سائقين لهم مصالح شخصية بوجودهم بوقائهم في هذا المكان. والآن هم يطالبون بتحديد خط سير أيضا للمجمع الجديد. أبلغناهم بأنه خط السير مثل خط سير قلقيلة طول كرم بنفس مسار الخط من أجل تسهيل حركتهم وخروجهم ومن أجل العودة، من أجل العودة يعني مكرر، من أجل منحهم من العودة إلى هذا المكان من أجل إفساح المجال أمام المواطنين والمتسوقين، وخاصة أننا نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، يعني عند إزالتهم من هذا المكان سيكون يعني هناك متسع للمواطن بالتسوق والحركة بحرية سواء إخواننا اللي في داخل الخط الأخضر أو إخواننا اللي من القرى المجاورة لمحافظة طول كرم، يعني بتكون الحياة سلسة وسهلة في التحرك المواطني في هذا الموقع.